طيب شهيره، واحنا كده بنكمل الرز بلبن، عايزه اسالك سؤال تردي عليه بسرعه. طيب تخيلي بقى ان انا مره كان معايا مذيعه وجوزها كان مسافر بره وعايش بقاله كتير بره، ماشي، وفجاه وهي على الهوا لقيته مثلا بيكلمها وكده، تفتكري كان ساعتها رد فعلها ايه؟ كده قلبها هيتخطف. طب انت قلبك هيتخطف دلوقتي، كلمي جوزك. خطفتها لك يا عم، خطفتها لك. الو الو، هو انت كمان اتخطفت ولا ايه؟ شيف هالة، ازي حضرتك؟ ازيك، عامله ايه؟ بخير والله، عامل ايه؟ ما شاء الله عليك، منوره الشاشه بصراحه. يا رب يخليك، ده بقى بص امورتك وعصفورتك الحلوه هي اللي منوره الدنيا. لا وبعدين مظبطانا بقى امبارح سبايسي، النهارده رز بلبن، دي احلى حاجات انا بحبها اصلا. ما عشان عشان كده بتساليني عليها، قلت لي بقى مش هي اللي عايزه تتعلمها دي، عايزه تعملها لك. خلي بالك عليها، مش هوصيك عليها. عينيا عينيا، ده شهيره دي حبيبتنا والله. ربنا يخليك يا شهيره. نعم نعم نعم، هي مش هنا دلوقتي. هي مش هنا. منوره والله العظيم، انا فخور جدا بيكي. لا بقول لك ايه، استنى استنى، ربنا يخليك، استنى، انا ما سمعتش انت قلت ايه. قلت لها ايه؟ بحبك. الله الله الله، حلو الحب اللي على الهوا ده، ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليك ان شاء الله. ان شاء الله النجاح بنجاح، انا فعلا فخور بيكي جدا. بشكر الشيف هاله، بشكر الدكتور هشام، ربنا يخليك، شكر الدطام، ما شاء الله يعني عليكم بالنجاح والتوفيق دايما باذن الله. ربنا يخليك، وكانت لشهيره احلى مفاجاه والله. بصراحه ربنا يخليكم لبعض، ربنا يحفظكم يا رب. اللهم امين. شكرا يا حبيبتي، شرفتني شرفتني. ايه رايك بقى، خطفتك ولا لا؟ لا خطبت الصراحه. خلاص يا استاذ طلعت شهيره، مش عارف تكمل الحلقه. فرصتي فرصتي الحلقه بتاعتي النهارده يا جدعان، انا خلاص موتها. خلاص يا استاذ طلعت، ما تجيبش الناحيه دي. يلا بينا بقى يا جماعه، يعني قبل ما هي تفوق نخلص حلقتنا ووصفتنا، يعني نعيش بقى مع نفسنا كده. دي لسه بتقول، دي لسه فيها الروح. لا هو يعني، هو بصي يا شفاله، هو من الناس، من الرجاله، عارفه انت الناس اللي تبقى ورا مراته وزقها لقدام. هو يعني انا يعني لولا حقيقي انا ما كنتش بقيت هنا، يعني انا بحبك قوي يا محمد، وحقيقي بجد هو لولا انا ما بقتش ربنا كنت هنا. ربنا يخليكم لبعض يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي، ويحفظكم كده ويبعد عنكم العين، ويبعد عنكم النفوس الوحشه يا رب، ويجمع شملنا، لان احنا بقالنا كتير مش مع بعض. الكورونا بعد بس شايفه الدنيا. هو متابع ازاي بيدعمك، عن طريق ايه؟ عن طريق عبر البحار والمحاطات. عبر القارات، بعت لها بحبك عبر القارات. ربنا يخليكم لبعض يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي، والشكر.